أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم. النهاردة في فيديو جديد هنلعب لعبة جديدة. اللي مشتركين معايا هستنى لايكاتكو وتعليقاتكو، ويكتبولي في الكومنت اذا في لعبة عاوزيني العبها لكم مخصوص. واللي لسه ما اشتركش، انت مستني ايه؟ اضغط زر الاشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد، ودعموني بلايكاتكو وكومنتاتكو. دلوقتي هنلعب لعبة جامبو. نفتح كده، اسمها العوائق الوحلية الخارقة. فهنبتدي نشوف. نلعب بجامبو. جاهز؟ طيب المفروض بنكسر كده كده. دي بتضرب يعني، ما نجيش جنبها تاني. نغير كل شوية شكل الحجارة. اوكي تمام، حلو. لا أكون مستعدة لهذا. فعلا تاني. جاهز؟ انطلق. أول مرة ألعبها على فكرة. يلا لا لا استنى. الأمر مؤلم جدا. أنا مستعجلة ولازم أركز في الحتة دي عشان ما تنسينيش. جاهز؟ انطلق. يلا مستعجل. ايه تاني، وانا ماشية بسرعة عشان كده بقى بتخبطني بسرعة. بصي استنى كده لحد ما تعدي، بعدين اتحرك. كده كويس. استنى. ايوه اصبر اصبر. تمام عدينا. بص بقيت خايفة وماشية بالراحة. ازاي تاني؟ لا 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 استني. ايوه لا استنى برضو. يا لهوي. لا اخلي توديني حتة تانية. تمام ده في الفضاء. نبقى حذرين برضو.
بنروح وتعدي دي. ثواني تعدي دي هذا المكتب. حلوة حلوة، بس عاوزة مش سرعة، عاوزة تركيز. هي حلوة بس انا ما بتعجبنيش الالعاب اللي هي بتفضل في نفس المستوى افضل اعيد فيها، يعني زي سبواي برضو ما بحبش ان انا ما اطلعش لقدام، عشان كده بفضل الالعاب اللي بتبقى فيها ليفل انه انت بتعرف ان انت بتتقدم. دي بتكتب لك انه انت عملت سكور جديد، بس برضو ما فيش احساس اللي هو ايه انا فضل لي ليفل كده مثلا، فانا بحبها بس ما بفضلش العبها كتير، يعني بزهق بسرعه منها عشان ما بحسش ان انا بعمل حاجه مهمه زي ما انا اعدي ليفل تاني. فدي اللعبه اللي حابب يحملها وبيحب الفكره بتاعت اللعبه من غير ليفل يحملها على طول، حلوه قوي قوي قوي، انا عجبتني. فاشوفكم في فيديو جديد بلعبة جديدة، استنوني، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل فيديو جديد، وهستنى تعليقكم على اللعبة اللي انتوا عايزين اجربها. انا مستعدة اجرب اي لعبة انتوا تقولولي عليها، فشاركوني في الكومنتات رأيكم وقولولي العب ايه تاني. سلام.